مبارك شكرا لجميع الحاضرين والزملاء. اعتذر بعد جو 11 كي يسمح لي نرجع على شوي ظروف طارئه. حقيقه الامر الموضوع يعني كيف سمحت بالخواجه هو الموضوع هذا حساس بالنسبه لمنطقه الريف. واول واحد طلع على الكتاب هو والله ما كيقول لك هذا عزيز هذا الشيء كيقول لك نغيظ شوي. في حقيقه الامر ماشي موضوع مش نسمى الداعة ب 57 مليون هو احداث يعني جد معقده ومتشابكه وخلقت بلبله بين قبائل الريف. انا شخصيا كمجهود حاول ما امكن يعني نبقاش نقرا اليوم هذا نقرا جبت تكيس الموضوع على حدود اليوم وسوي لي سجل من صور ندير قهوه صور يعني غير شي جميع يعني المواد واخرا غير شي بالي انه غادي الغاز ديك 93 شارك هذه الاحداث هنا وتحدث في صور سجل ولكن ما يدخلش الموضوع هو يسنقص ذا الموضوع. اما مسكين الله يرحمه الحاج محمد بوجبن اللي جا كيما اللي حطها ديبار هو رد سيمات لان ربما المطالب هني من قبيله ديك الزنايا خصني ولا جيني بلي على الاطلاق فعلا مطلب مني وني شني ودار غير والدين الله يرحمه ديال جا قاد ولكن ماشي كلشي كزنايا ماشي كلشي كان مطلب جا دريج الفئه صافا مطلبه تبعد البعض ولكن اللي جا شارك حقيقة ذي يعني ذي الأحداث مني فعلا جا مني يعني قوة خاصة نسيو الحياة مؤخرا ذي تم فجأة سي محمد الخواجة باعتباره الأخ العلاوي ذي الفترة الحجر الصحي لاحظوا غيش نتصلح يفهم زي الصحفي مصطفى العلاوي مرة زريت صحفي قيموث وكيل الله يرحمه مدير مصطفى الجريدة الأسبوع يستمر من الزريد الفيديو لي يستمر في الاحداث 57 مليون 50 تيستمر في خميس كبدايه مشواره صحفي ياك يعني يتعود انه يسد حتى زاربط ذا 57 مليون اولا قبل ما يدير زاربط انش هو صحفي قضاء قرينه ماشي شي يسمر انش تلقى يتواصل اك الدكتور الخطيب ياك يعني الدكتور الخطيب يتواصل اك مسعود قجوج يوسف نتا دي جولي مالي دا يجيك يزغى صحافي يوسف بلا اكلون اي المهم انا الاكلوش يوسف نتا دا اكلون اجى الطوموبيل من بعد يروح يحضر بعد العمليات القتاليه تحت اشراف مجلو غنصعد اكلوش ولا يمونسو اي كيلقى هو قال اش نتا دينيس ما يغفر وفي رجل كلاطات عجق اللي قال هنا من بعد احضار اجل العملية القتالية مندس المندس الجندي الفرنسي هو كلام يعني لا يسمع صحابي اي بني تاوا اي تعاود الاحداث من بعد الى اخره يحاول ما امكن يصير تقرار يعقب غاربات من بعد راه خاص المدير العام للامن الوطني الغزاوي الى اخره المهم الاحداث الى حد ما السي محمد الخواجه باعتبار الاخرين اعتبر ان الروايه ثانيني ديال قاسي الصحفي مصطفى العلوي صحيح. ثانيا هذه جدين شخصيات مهمه من ضمنهم الدكتور الخطيب الاب الروحي العداله والتنميه ولكن ربما ان منطقه كزنايا يعني يبقى لنا قص جيدا من على الشخص انا شنو نقرا مثلا نجد اي واحد تسليم تسلم سنت يعني معروف غير ضيعين تسوق ذا الى اخره من ضمن المجلسين مؤخرا ولا شكون اللي يجي يتسوق ذا زوج جام بلا ساوى هو لم ينتج ذلك انت المحجوب احضر وانا اللي قالوا خلينا تشاركني يعني الشخصيات هنا راني جبت دور وقيل الخطيب اول دوره برلمانيه نجح راه ذا لكن هو السيد رئيس البرلمان اول برلمان غانا في هذه الشخصيات غاس نتج دور مهم في تاريخ في احداث 57 58 نتمنى السي محمد الخواجه يعني اخي وضح هنايا اضافه الى ما ظهر مؤخرا اعتذار حزب الاستقلال حول احداث الريف صريح ندير نزار مؤخرا اللي شاء عمل
نزار بركات. شكرا يعني التساؤلات اللي الناس هذا تفيدوا.